ايش؟ ما فيش مصاري مع الناس، ما فيش شغل، ما فيش اكل، وين بيجوا بيستنوا ياخذوا اكل من تكية. الوضع صعب وخطير جدا. نحن بنقعد خمس سبع ساعات لحد ناشي الدور، والوضع صعب ومأساوي، وأكل ما فيش، مصاري ما فيش، وضع خربان. لازم احنا جهة دورية تدعمنا ثلاث زعيمة، رز وطحية وسكر، معلبات كل شيء، يعني هيك فعلا. هذا يا حاج هذا.